الشذوذ الجنسي انحراف خطير عن الفطرة يجتاح ملاعب الساحرة المستديرة، تروج له لوبيات خبيثة في حرب عقائدية محضة ضد المسلمين. هذه نبتة ماسونية خبيثة، من ورائها الصهيونة العامية، هذا اخطبوط كبير جدا. حرب دينية، وهما اليوم مازال ما عندهم الشجاعة باش يصرحوا بها. حملة شرسة تطال دولة قطر، أول بلد عربي مسلم يحتضن المونديال، لا لسبب سوى رفضها تام نشر هذا الفكر المتطرف. لماذا لا يتكلمون لحقوق الإنسان لما كانت كأس العالم في روسيا مثلا؟ هل حقوق الإنسان كانت محترمة في روسيا؟ وقبل المونديال اتخذت هذه اللوبيات من الدوريين الإنجليزي والفرنسي مطية لنشر انحطاطها، واضعة اللاعبين المسلمين في حرج شديد. بعض اللاعبين الجزائريين، لا داعي لذكر اسمهم، الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، أن يتقوا الله في أنفسهم. المثلية في الجزائر تعرف منحنى تصاعديا رهيبا في الوسط الرياضي وغير الرياضي. وهذه الدنيا على كل حال مديورة هكذا من وقت قوم لوط عليه السلام ورواح. احنا في الجزائر كاين هذا الشيء. شوف هنا في الجزائر امور كثيره صاريه في بلادك، انا احنا بلد مسلم ياك، بصح امورهم كاين هنا. الشبيبه ديالنا لي جون هادو ما تشوف كيفاش يحفوا شعرهم، تقول واحد الشيء حتى الحوايج ديالهم هذه صراو المقطعين، وهذه انت ربي عطاه لك حواجب ما شاء الله، تحطي واحد يدير لهم هكذا، واحد يدير لهم هكذا، واحد يدير من اللور هكذا زوج شلطات. الشذوذ الجنسي عندما تستغل الكره لتغيير الفطره. روبورتاج تتابعونه سهره الاربعاء انطلاقا من التاسعه ليلا.